هذا الكاظم مهرج يرجع دفاع ويرجع داخليه ومكافحه الارهاب، وولد الحشد ما يرجعوهم، وين الانصاف يا استاذ قاسم؟ انت ليش تحكي ويا الكاظمي؟ ماشي هسه انا اتفق وياك الكاظمي، ليش تحكي ويا الكاظمي؟ ليش ما تحكي ويا قياداتك؟ قياداتك ليش ما تجي عليك؟ هسه ارجع لك على قياداتي. يلا الكاظمي التقى بينا، سوانا لقاء النائب يوسف الكلابي وحسن فدعم وحسن سالم وعدنان فيحان وهذا الدب اللي تعبانه بالناصريه نعم. عبد الامير قدموا نعم. طلب انه مفسوخه عقودهم يقابلون رئيس الوزراء. رئيس الوزراء لما تروح للخريجين وتعينهم على ملاك وزاره الدفاع، هذا الخريج ليش ما راح قاتل مثلي؟ والله العظيم استاذ عدنان انا بالضابطيه كانوا يقصفون الامام الكاظم ويقصفون الكاظميه من الضابطيه، انا حررت الضابطيه. تروح تعين لخريج واحنا نايمين بالشارع صارت له سنوات، لا دزيت لنا ممثل، لا دزيت لنا نائب، لا دزيت لنا امين عام مجلس الوزراء. ليش؟ احنا طبعا عتبنا على الكاظم وعتبنا عادل عبد المهدي، شلون قدرت تمرر 440 درجه و90 الف درجه وتمرر 20 الف درجه لمكافحه الارهاب؟ ليش ولد الحشد؟ من اللي يوقف داعش؟ فما اعرف اي انصاف ما عندنا احنا، وقياداتنا يوميا يقولون خصصنا وراح نرجع وراح نوطن ونداوم وما نعرف شنو احنا وضعيتنا سياسيه، وضعيتنا ماليه، وضعيتنا امنيه قبل الانتخاب ما نعرف. احنا نتمنى ان هم يجاوبونا ما نعرف.